بعد ما خلصنا التجهيزات ونرجع ليها تاني، التجهيزات بتاعتنا بتحتوي على 5 ملفات، منهم 4 ملفات اكسل وملف اوتوكاد. طبعا بيبقى عندنا زي ما قلنا الملف الاولاني اللي هو الاكزيستنج جراوند ليفل، ده اكس واي زد. الفينيش ليفل برضك اكس واي زد. من الملف الاوتوكاد بنطلع منه البوردر اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هو هنحسب من داخله الكميات، وبنقدر نطلع منه نقط الكورنرز بتاعت البوردر بتاعتنا ونحطها على ملف اكسل زي اللي احنا عملناه ده. ومن البوردر برضك بنقدر ان احنا نحط نملاها نقط جوه وعلى البوردر نفسه، ونطلع برضك النقط دي جوه ملف اكسل اللي هو بنسميه ريزيدوال. نيجي تعاملنا بعد كده هيبقى مع السيرفر. لو اتنقلنا للسيرفر، اول حاجة فيها هنتعامل مع الملفين الكبار اللي احنا كنا مجهزينهم، بتاع الاكزيستنج جراوند والملف التاني بتاع الفينش. فهنبتدي نعمل لهم سيرفس، لكل واحد هنعمل له سيرفس، اللي هنا بيسمى في السيرفر بيسمى باسم جريد. فده هناخده من القائمة جريد، كليك شمال عليه، وبعدين داتا، يبقى بنطلع الداتا، يقوم يوضح لي جدول يقول لي انت الملف ده فين. احنا عارفين ان السيرفر بيتعامل مع الاكسل، نطلع الملف بتاعنا من الفولدر اللي احنا عاملين فيه شغلنا اللي هو جوه سيرفر، ونبتدي. هنبتدي بالاكزيست جراوند، نعمل عليه كليك ونقول له اوبن، يقوم يطلع جدول. اول جدول لو هو فيه اكتر من شيت فبيقول لي طيب في الشيت الاولاني ولا في الشيت التاني. فاحنا عارفين ان مثلا هو في الشيت الاولاني، بنقول له اوكي، وبيبتدي يقول لي. طبعا انتوا احنا عارفين ان الديفولت بتاع السيرفر الاكس بيبقى على كولوم اي، الواي بيبقى على كولوم بي، الزد على كولوم سي. ولو متغيره، ويستحسن طبعا ان احنا ما نغيرش، لو متغيره نبتدي نقول له لا، الاكس محطوط على كولوم كذا والواي محطوط على كولوم كذا والزد محطوط على كولوم كذا، عشان يقدر يحسب لنا صح. وزي ما قلنا قبل كده ان الجريدنج ميثود ادق حاجه، اللي هو الترينجوليشن ويز لينير انتربوليشن. عايز ترجع للداتا وتشوف، عايزين نتاكد، قلنا بندوس على فيو داتا، بنبص نلاقي فعلا ادي الكولوم اي عليه الاكس، كولوم بي عليه الواي، السي عليه الزد. بنقفله تاني، بنرجع بقى هنا. طبعا بعد الجريدنج ميزون اللي هو الترينجوليشن ويز لينير انتربوليشن، بنيجي هنا زي ما قلنا قبل كده برضك، هو بيبقى عامل الاكس دايركشن المينيمم والماكسيمم كوردينتس، والواي دايركشن مينيمم والماكسيمم كوردينتس. هنا علشان نخلي الشبكيه دي ادق، فهو عامل سبيسنج ما بين النقط وبعض، او ما بين اللاينز وبعضها 2 متر 48. لا، احنا نغيرها ونخليها صغيره قوي، فنجر عليها كده بالماوس الشمال، وبدل ما هي 2 متر لا احنا عايزينها 20 سنتي، نعمل 0.2. طبعا هيكتر عدد اللاينز هنا، وبالتالي بردك في الواي بنفس الطريقه السبيسنج هنعملها 0.2، يعني كل 20 سنتي. وفي الحالة دي هنقول له اوكي، يبقى هيعمل لنا شبكية هيقدر يستخلص فيها الاحداثيات. طبعا هنقول له اوكي، هيستخلص لنا فيها الاحداثيات بتاعتنا، وتكون بردك بالطريقة دي ادق. بنقول له اوكي، بيجهز هو الشبكية. وطبعا زي ما قلنا الشبكية بيعملها بنفس اسم الملف، ولكن بتبقى دوت جريد. نعمل جريد تاني او سيرفيس تاني للملف التاني اللي هو الفينش، بردك من قائمة جريد، ونخش على داتا ونقول له هات لنا بقى الفينش جريدنج ليفلز واوبن. طبعا هو عشان لقى في شيت واحد على طول بنفس الطريقة، عايز ابص على الداتا، باجي من الزرار اللي في النص ده، الايقونة دي، بعمل كليك اللي هي فيو داتا، بنشوف الاكس والواي والزد في اماكنها تمام علشان نكون متأكدين. تعالى ادي الجريدنج ميزود، طبعا بيفضل زي ما هو. هنيجي بردك السبيسنج بنفس الشكل، هنخليه 20 سنتي، بدل ما هنا معمول مثلا 1.90 متر يبقى 0.20،
ونيجي هنا في الواي بنفس الطريقة 0.20. طبعا هو بيجيب اقرب حاجة، يعني هو عنده عامل اقرب حاجة عشان يقدر يقسمها لخطوط كاملة، فعامل 0.1999، يعني طبعا العملية في اقل من الملي. بعد كده بنقول له اوكي، برضك بيبتدي يعمل الجريدنج بتاعه بتاع الفينش، بنقول له هنا اوكي، بيخلصه وبيبقى عمل الجريدنج بتاعه اللي هو بتاع الفينش. المرحلة التانية من الشغل بقى جوه برضك السيرفر، احنا خلصنا الاتنين جريد بتوعنا بتوع السيرفسين اللي احنا عايزينهم، بنخش بنعمل حاجة اسمها ريزيدوالز. ريزيدوال بمعنى متبقيات او استخلاص نقط من ملف. فاحنا نفتكر ان احنا كنا عاملين ملف الاكسل اللي احنا كنا عاملينه اللي هو مسميينه ريزيدوالز او ريزيدوال، ده عبارة عن نقط احنا عملناها جوه المنطقة اللي احنا عايزين نحسب الكميات بتاعتها وعلى البوردر علشان تشمل النقط دي. النقط دي احنا عملناها ليه؟ علشان يبقى عندي نقط ليها اكس واي او مكان محدد بشغلها للملفين. ليه؟ لان السيرفر هو برنامج يعني دقيق شوية، او حساباته بتبقى دقيقة شوية، بحيث ان هو لما يجي يعمل كميات ما بين اتنين سيرفيسز لازم يكون الاتنين سيرفيسز الاريا بتاعتهم واحدة والقطاعات بتاعتهم واحدة والبدايات والنهايات بتاعتهم واحدة. فبالتالي طيب انا علشان ما اغلبش فهم اعمل ايه؟ اعمل نقط جوه القطعة اللي انا عايزها بحيث اشغلها مع الاكزيستنج جراوند ليفل، اخليه يستخلص لي منها بنفس الاحداثيات دي اللي انا عاملها في الريزيدوال، يستخلص لي منها مناسيب الاكزيستنج جراوند ليفل، وبعدين اشغلها مرة تانية بنفس الطريقة مع الفينش ليفل علشان